إذن إليكم أبرز الخدمات التي فشلت جوجل في إطلاقها رغم محاولاتها الكثيرة. أولا، منافسة فاشلة في شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أطلقت جوجل خدمات عدة مثل جوجل باز وجوجل ويف، وليس آخر هذه الخدمات جوجل بلاس، لكنها لم تستطع أن تجد موطئ قدم لها في هذا العالم. ثانيا، قارئ الفيديو من جوجل، ويعتبر من أفشل مشاريع الشركة، حيث لم يلقى هذا القارئ أي صدى لدى المستخدمين، وحاولت جوجل كثيرا إقناع الناس به لكنها لم تنجح، لتهتدي في النهاية إلى الاستحواذ على يوتيوب وجعله منصة رائجة للغاية. ثالثا، جوجل بيكاسا، وهو خدمة مشاركة الصور والتعديل عليها كما هو الحال عليه اليوم مع إنستغرام، لكن جوجل لم تستطع أن تقدم منتوجا يعجب المستخدمين ويحوز على رضاهم، لتقرر في النهاية وقف هذه الخدمة. رابعا، نظارات جوجل الذكية التي أطلقت في 2014 لكنها لم تحقق المرجو منها وأوقفتها جوجل لاحقا، لكن الشركة وعدت بنسخة محدثة مستقبلا. خامسا، جوجل هيلب أوت، وهي منصة أطلقت سنة 2013 وكانت تهدف إلى دفع المستخدمين لنقل تجاربهم في بث مباشر، لكن جوجل سارعت بإغلاقها بعد سنتين فقط من إطلاقها. طبعا هذا ليس كل شيء، فقد أخفقت جوجل في عشرات المشاريع الأخرى في مسيرتها الناصعة والتي استمرت 20 عاما إلى الآن.